ايوا الشيف مريم كتقدم لكم اليوم الكيكه ديال الكوكوط بالشوكولاط. كنحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، جوج معالق كبار خيزو محكوك، معلقه كبيره ديال قشور الليمون محكوكه، ثلاثه البيضات، جوج كيسان ديال دقيق الفورس، بودره الكاكاو جوج معالق كبار، وجوج خنيشات ديال الخميره ديال الحلوه. ناخذ البيض نديرو ليه السنيده، نحركهم مزيان، نحركو مزيان، نحركوهم مزيان، نزيدو الزيت، نحركو مزيان، نزيدو قشور ديال الليمون، أو قشور ديال الخيزو، أو خيزو محكوك. يجي فيها واحد المذاق بنين ديال خيزو الليمون، عفا عليا تشوف، ديرو حيتي مع الدقيق، نزيدو على هادشي البودرة ديال الكاكاو. صافي ونبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه، جوج كيسان راه كافيين ديال الدقيق، جبنا الكوكوت من قبل دهناها بالزيت ودرنا ليها الدقيق بحال المول ديال الحلوه ملي كنبغيو نديرو فيه الكيك ديالنا، غنخويو الخليط ديالنا الكوكوت بهذا الشكل، نخويو الخليط كامل، تنديروها في الكوكوت كنسدو عليها، وما كنديروش الصفاره ديال الكوكوت، كنخليوها طيب على نار مهيله بزاف باش كنعرفوها طابت، كيبدا يخرج لينا شويه الدخان من الصفاره ديال الكوكوت، ملي تيبدا يخرج شويه الدخان كنخليوها شي 5 دقائق ولا ما كاملاش 5 دقائق، 3 دقائق 5 دقائق ونحيدوها، ديك الساعه كنكونوا متاكدين انها طابت، نخليوها حتى تبرد
عاد نحيدوها من الكوكوط، ما نحيدوهاش وهي سخونه. الحلوه كيكه ديال الكوكوط اللي وجدتنا ملي كطيب، غير هو دابا ما غاديش نحيدها من الكوكوط، غنخليها حتى تبرد. الا حيدتها دابا ما غاديش تنزل ليا مزيانه من الكوكوط. من بعد ما بردات الكيك انا حيدتها، صافي بسيط. شوفوا معايا كيف جات. ناخذ دانيت شوكولا، يروح هذا الشكل، سرحوه على الكيك، دهنا دانيت شوكولا، دهنا عليها دانيت ديال الشوكولات. دابا غنديرو عليها الفريز حتى بحال هكا شرائح، بقاو حتى نكملو الطول كامل. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديال الكوكوط بالشوكولات والفريز، كتجي بحال هاد الشكل، كتجي رائعة بنينة بزاف. ننصحكم تجربوها وبصحتكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا.